يمكنك زراعة هذا النوع من القرع في المنزل فقط، تابع الفيديو حتى النهاية. مرحبا بكم في قناة خفايا وأسرار الزراعة مع عمر برزامة. أول عملية نقوم بها هي تقليب الأرض جيدا كما تشاهدون في الصورة، وضع حاجز للمياه. ثانيا نقوم بسقي الأرض مسبقا. ونتركها حتى صباح اليوم الموالي كي نقوم بعملية الزراعة. هذه هي بذور سلاوي كما نسميها في المغرب. سنكتفي بزراعة 3 حبات فقط لأنه يحتاج إلى مساحة كبيرة. أما بالنسبة إلى توقيت الزراعة، تتم زراعة هذا النوع في شهر 3 إلى شهر 5، وبعد 4 أيام سيبدأ في الإنبات كما تشاهدون في الصورة. وبعد أسبوعين من الزراعة انظروا إلى النبتة كيف أصبحت. وبالنسبة إلى السقي، يمكنك سقيها 2 مرات في الأسبوع. بعد 3 أسابيع من الزراعة انظروا إلى حجمها الآن. وفي الأسبوع الرابع نلاحظ تشكل الأحبال وتبدأ في التسلق. هذه هي الأدوات التي تستعملها للتسلق وتربط نفسها جيدا. وفي الأسبوع الخامس تبدأ الأزهار الذكرية والأنثوية في الظهور كما تشاهدون في الصورة. ومباشرة بعد عملية التلقيح تبدأ الثمار في الظهور. ونلاحظ أن ثمار السلاوي تكبر بسرعة، فالفرق بين الصورتين مجرد 2 أسبوع. وفي الأخير لا تنسى الاشتراك في القناة كنوع من الدعم والتحفيز. شكرا على المتابعة، نلقاكم في فرصة قريبة. السلام عليكم.